أهلا بكم. مصر دوما هي مهبط الحضارات وملتقى للثقافات المختلفة، يشهد بذلك التاريخ، فلطالما عاش على أرض مصر الكثير من الجاليات من مختلف دول العالم وانصهروا في الثقافة المصرية، أثروا الثقافة المصرية والحاضر المصري، وأثر فيهم هذا الحاضر بشكل كبير. تشهد الإسكندرية على ذلك بلقاء العديد من الشعوب على أرضها والكثير من الأشياء التي تركوها فيها وتركت فيهم هي الأخرى، فيهم ذكريات كبيرة لا تنسى في حياة كل من حيا بها. اليوم تحاول مصر إعادة هذه العلاقات باسم أسبوع أطلقته وزارة الهجرة يحمل عنوان العودة للجذور، العودة مرة أخرى لتلك الأماكن الأثيرة على أرض مصر التي تركت في وجدان الكثير من الشعوب الكثير من الثقافة والأفكار والمشاعر التي لا تنسى، إثراء للسياحة، إثراء للثقافة، وعودة مرة أخرى للجذور. وفي هذا يأتي موضوع حلقة اليوم تحت عنوان الموضوع سيظهر حالا على الشاشة: كيف يسهم أسبوع العودة للجذور الذي أطلقته وزارة الهجرة في التواصل بين مصر ودول العالم؟ كيف يسهم أسبوع العودة للجذور الذي أطلقته وزارة الهجرة في التواصل بين مصر ودول العالم؟ وهذا هو موضوع حلقة اليوم الذي نرغب أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي، من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايبي وإنستغرام، في الإجابة حول الموضوع وتسجيل آرائكم. نحن سنقرأ هذه الآراء بعد مطالعة هذه المعلومات عن موضوع الحلقة. أهلا بكم من جديد. كانت هذه مجموعة من المعلومات التفصيلية عن موضوع حلقة اليوم. ترى ماذا سجلتم من آراء حتى الآن عبر فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي؟ نهلة حجازي تجيب هذا التساؤل. نهلة، ماذا لديك؟ أهلا بك ماجدة. هناك العديد من الآراء المؤيدة بالطبع لوجود تواصل بين المصريين في الداخل والخارج، خاصة الأجيال الجديدة التي لا تعلم شيئا ربما عن الوطن. محمود الضوي يرى أنها هذه المبادرة قد تساعد وتكون رسالة لكل مصري ليدعم بلده ماديا ومعنويا ومعلوماتيا، سواء عن قرب أو عن بعد، بروح الانتماء والوحدة الوطنية جيل بعد جيل لتقدم مصر، لأننا لا يجب أن ننكر جميل الوطن علينا، وطاعة الوطن هي جزء من طاعة الله كما يقول. أما محمد الشريف فيقول إن تاريخ وذكريات الجاليتين اليونانية وقبرصية في مصر وأجمل لحظاتهم في هذا البلد وحالة الشجن التي تنتابهم عند سفرهم للخارج ومدى الحنين الذي يغلبهم للعودة إليه مرة أخرى، كلها أمور جيدة تظهر في تكتل الجاليتين مع الشعب المصري وروح التآخي والمحبة المتأصلة بين الشعوب الثلاثة. الجميع على أرض هذا الوطن ينعمون بالأمن والأمان، ونغرز بداخلهم أسمى معاي الإنسانية وأنبلها لنحيا بالحب والسلام لجميع شعوب الأرض. وبالتالي هو يريد أن نتغنى جميعا بهذه الترانيم للحب والسلام التي اعتاد المصريين عليها على مر الزمن.
أبو أدهم الشرقاوي يقول: السلام عليكم أسرة البرنامج. لابد من التواصل مع أبناء مصر في كل دول العالم، ولكن لابد من ضوابط تحكم هذا التواصل مع أبناء الوطن من المغتربين والمهاجرين لضمان انتمائهم للوطن وحب مصر. حب مصر ليس بالكلام ولكن بالأفعال والمساهمة في رفع مستوى التعليم والصحة والابتكارات وبالثقافة لتحسين خلقنا وتهذيب أنفسنا وسلوكياتنا والحض على العمل الجاد لنهضة هذا الوطن الحبيب. أما قبيسي القاضي فيرى أنها مبادرة جيدة جدا من وزارة الهجرة ويتمنى تكرار مثل هذه المبادرات. هذه بعض الآراء التي وصلت إلينا على صفحتنا على فيسبوك حتى الآن. مجدة، أعود إليك مرة أخرى لبداية حديثك مع ضيوفك عبر الهاتف. أعود لك من جديد للمزيد من التواصل. دعوني الآن أبدأ الحوار مع ضيوفي الكرام من المتخصصين. بداية الحوار ستظهر الآن. بالتأكيد موضوع حلقة اليوم يشمل الكثير من الجوانب المختلفة التي سوف نطرحها على المتخصصين. معنا دكتور أيمن سمير، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الأستاذة إيمان الليسي، خبيرة التسويق السياحي. أرحب بضيفين الكريمين. وبداية الحوار مع دكتور أيمن سمير، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. دكتور أيمن، أهلا بك. أهلا بك، أنا رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، مجلة السياسة المصرية. شكرا على تصويب، سوف يتم تصويب أيضا هذا الأمر على الشاشة حالا. دكتور أيمن، حينما تطرح مصر مثل هذه المبادرة التي لها أكثر من بعد وأكثر من معنى في التوقيت الذي نحيا، كيف ترى الأمر على الصعيد السياسي أولا؟ يعني أولا مصر وقبرص واليونان تربطهما آلية تنسيق مشترك منذ اللقاء الأول للرئيس السيسي في سبتمبر 2014 مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس. في هذا الاجتماع تم وضع الأسس القوية لعلاقة ممتدة ومتشعبة في كافة المسارات، في المسار السياسي، في المسار الاقتصادي، في المسار الأمني والدفاعي، وأيضا المسار الرابع وهو المسار الثقافي الذي نحن بصدده اليوم من خلال البدء في أسبوع العودة للجزور. هناك علاقة متميزة وزخم كبير جدا في العلاقات المصرية القبرصية نتيجة الرعاية الكاملة التي توليها قيادة الدول الثلاثة لهذه العلاقات، لأن قادة الدول الثلاثة رأوا هناك فرص كبيرة جدا وفرص متاحة للشعوب يمكن أن يستفيدوا منها. ربما خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ربما منتصف 2017 كان كل العمل في الجانب التشريعي ووضع بروتوكولات تعاون واتفاقيات تعاون، لكن نحن الآن بصدد مرحلة جني الثمار وقطف ثمار هذا الجهد الذي استمر خلال الأربع سنوات الماضية. هذه الثمار في مختلف المجالات. لو بدأنا في مجال الطاقة، أولا تم الاتفاق بالفعل على أن يكون هناك خطين للطاقة. يبدأ الأول بنقل الغاز من حقل أفروديت في قبرص إلى ميناءي إدكو ودمياط على الشواطئ المصرية، وخط آخر من الشواطئ المصرية إلى قبرص، ومن قبرص إلى كريت في اليونان، ومن اليونان إلى إيطاليا، وبعدها إلى كل الدول الأوروبية. هذا التعاون في مجال الطاقة ليس فقط بين الدول الثلاثة، لكن هذا التعاون برعاية الاتحاد الأوروبي. ونحن شاهدنا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة الأسبوع الماضي عندما زار القاهرة أكد على هذا المعنى، ودراسات الجدوى وكل العمل الذي تم بين الدول الثلاثة كان برعاية الاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد أن هذا المشروع مشروع طموح ومشروع متفق عليه ومشروع لا يتصادم ولا يختلف مع مشاريع أخرى قد تتعلق بالطاقة سواء في أوروبا أو حتى في شرق البحر الأبيض المتوسط. الأمر الآخر في مجال الاقتصادي أيضا تم توقيع عدد كبير جدا من البروتوكولات والاتفاقيات بين هيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية وبين الموانئ القبرصية واليونانية، وكما نعلم أن قبرص واليونان دول بحرية بامتياز. بالإضافة عمل نوع من التوأمة بين ميناء بيريوس في اليونان وميناء الإسكندرية. أيضا مجال السياحة ده مجال واعد جدا للتعاون بين الدول الثلاثة. أولا تم الاتفاق في بورصة برلين الأخيرة للسياحة على استئناف سياحة الكروز بين موانئ الدول الثلاثة في شرق البحر الأبيض المتوسط. تم الاتفاق أيضا على عمل عروض مشتركة، عروض دعاية وجذب للسائحين في الأسواق البعيدة التي هي بعيدة عن متناول الدول الثلاثة. إذن أنت صنفت يا دكتور أيمن فعلا نواحي التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وأيضا السياحي في الذي يمثل قوة العلاقة بين مصر واليونان وأيضا قبرص
والذي هو ضارب الجذور في التاريخ أيضا بشكل جيد جدا وشرحته حقيقة للمشاهدين. أتوقف معك عند نقطة التنشيط السياحي وهي نقطة غاية في الأهمية في الوقت الذي نحياه، فاسمح لي بالانتقال بالحوار للأستاذة إيمان الليثي خبيرة التسويق السياحي، على أن أعود إليك مرة أخرى يا دكتور أيمن. أستاذة إيمان أهلا بك أولا. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليكي. استاذه ايمان، يعني اشار دكتور ايمن للكثير من المجهود في المجال السياحي لعمليات التنشيط السياحي التي طالما تحدثنا عن ان مصر ترغب في ان تكون مقصد سياحي لبلدان مختلفه عن التي كانت معتاده عليها في فترات ماضيه. ماذا عن تنشيط السياحه وفتح مصر كمقصد سياحي لقبرص واليونان وغيرها بالتاكيد؟ أولا تحياتي للدكتور، تحياتي لحضرتك. طبعا مصر بكل الجهود اللي قايمة بيها دلوقتي كلها جهود إيجابية الحمد لله، يعني كل حاجة بتتعمل دلوقتي في صالح البلد خصوصا سياحيا. فإحنا كل مكان في تسويق من كل أنواع السياحة، يعني سياحة الجذور دي سياحة جديدة وإحنا عايزين نفتح مجالات جديدة، ده مهم جدا جدا. يعني الدعوة الكريمة اللي قام بيها رئيس السيسي للقبرصة واليونانيين اللي لهم أصول جذور هنا ووصولهم لمصر بالطريقة دي افضل دعايه ممكنه، لان في اوروبا يعني عايز اقول قرب المسافه ما بين اليونان وما بين قبرص ومصر قريب جدا، يعني هم يا دوبك بيعبروا البحر المتوسط. فاحنا بالنسبه لنا ده مهم جدا السياح القريب، فعشان دايما بنجد ان اوروبا مهمه جدا جدا كسايح. فان شاء الله يكون دي فدرس خير ان احنا نستعيد السياحه الاوروبيه ثاني من جديد ان شاء الله، لان كل ما تقوم سياح من مختلف الجنسيات وزادت اعداد الاوروبيه ثاني من جديد كل مكان نعم. افضل لمصر. نعم. حقيقي بالتاكيد، احنا اكيد هيفتح كل المجالات. طبعا زي ما ذكر الدكتور ان احنا عندنا سياحه الكروز، ودي سياحه بتبقى بتدوق يعني بتتحرك من اليونان، بتمر باكثر من دوله، بتقف في مصر في ميناء الاسكندريه تحديدا، وبيبقى في اعداد كبيره جدا جدا من السياح بتيجي عليها من سنين مختلفه. دي اللي كان مقصود بيها يا استاذ ايمان سياحه المواني، هل هي نفس النوع؟ نعم. هي فعلا نفس هي نفس، يعني بتقف دايما المراكب الضخمه دي بتبقى فيها الافات من السياح، وبتقف في كل ميناء فتره محدده ممكن يومين يعني او يوم، عشان بنطلق عليها الكويك تريبس اللي هي الرحلات السريعه. بس مهمه جدا انها تبدا تاني من جديد، لان لما توقفنا في 2011 كانت بالفعل سببت برضو ازمه لاعلى اقتصاد سياحي. بيشهد التاريخ ان ميناء الاسكندريه كان واحد من المواني اللي بتنطلق هذه السياحه، هذه النوعيه تحديدا منها في مصر في فتره من الفترات. بالتاكيد بالتاكيد. لكن انا عايزه اسال حضرتك، سياحه العوده للجذور او فكره العوده للجذور دي، هل اي دوله من الدول كان ليها الاسبقيه في هذه الفكره ام ان هذه الفكره منطلقه من مصر؟ لان الحقيقه الفكره بتعجبني انا على مستوى شخصي. لا هي الفكره رائعه حقيقي بالنسبه انا اول مره قعدت معاها حقيقي، لان انا دايما بسمع عن سياحه ثانيه، سياحه المغامرات، السياحه العلاجيه، السياحه الثقافيه. سياحة الجذور دي من السياحات الجديدة بالتأكيد، في دول نجحت فيها لكن هي مش معروفة قوي بالصورة زي السياحة الثقافية مثلا، لكنها فكرة ممتازة جدا. احنا نتمنى ان احنا كمان ندور على يعني او نشوف هنا ونبحث ان احنا عندنا ايه كمان من الجذور الثانية اللي ممكن غير اليونانيين اللي كان يقدروا نساعدهم تاني من جديد، هم ييجوا ويشوفوا الاماكن اللي اتربوا فيها، المدارس اللي درسوا فيها، الاحياء اللي كانوا عايشين فيها اهاليهم. انا اعتقد ان فكره ممتازه جدا، وانا شايفه انها هايله جدا حقيقي. نعم. كل يوم لقدام، احنا من يومين يا فندم كان عندنا سياحه مغامرات، وكان في مجموعه كبيره جدا من المارشطات طايره في فوق اهرامات الجيزه، ودي افكار جديده جدا وخلاقه، يعني جميل الافكار الجديده. نعم. بالتاكيد نحن في احتياج لمثل هذه الافكار بشكل كبير، وخاصه انها افكار جيده فعلا وبناء على الارض. اشكرك استاذه ايمان الليثي خبيره التسويق السياحي على هذه المداخله. اعود مره اخرى للدكتور ايمن. دكتور ايمن، هل هناك افاق تبنيها مثل هذه الروابط في الفترة القادمة بخلاف ما ذكرته سيادتك عن العلاقات الاقتصادية التي بنيت، تقوية العلاقات السياسية والأفاق السياحية والثقافية، هل هناك أبعاد أخرى تظهر في الأفق؟ يعني أولا أسبوع العودة للجذور هذا هو البداية وليس النهاية. نعم. هذا بداية لمجموعة كبيرة جدا من الأفكار، سوف يتم تكرار هذا المؤتمر ربما ليس في اليونان وقبرص فقط، لكن سوف يتم تكراره في، سوف يعقد مؤتمر في لندن، سوف يعقد أسبوع آخر في نيويورك، سوف ربما تعقد اجتماعات أخرى أو أسابيع أخرى للمغتربين من الدول الثلاثة في أمريكا اللاتينية. أيضا الأمر لا يقتصر فقط على قضية السياحة. نعم. هناك أيضا هناك قضية أخرى، قضية الاستثمار والاستفادة من
رجال الأعمال المغتربين من الدول الثلاثة في الخارج. وأنا التقيت يوم 3/4 الجاري مع الوزير المختص القبرصي في هذا الشأن، وقال إن هذه مجرد بداية فقط، لكننا نعد لسلسلة كبيرة جدا من المؤتمرات، وهذا ما نبحث عنه بشكل حقيقي في هذه الفترة. دكتور أيمن، دكتور أيمن سمير، رئيس تحرير مجلة السياسة المصرية وخبير العلاقات الدولية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي أوضحت فيها الكثير. دعوني أنتقل معكم إلى زميلي علاء رشوان الذي ألمحه على الشاشة ليجيب عن الكثير من التساؤلات حول وجوده في الإسكندرية الآن. علاء، ماذا لديك؟ تحياتي، مساء الخير، تحياتي إليك وتحية أيضا موصولة لكل مشاهدي همزة وصل. نحن والآن متواجدون في قصر التيم بمحافظة الإسكندرية، هنا سوف تنطلق فعاليات مبادرة عودة الجذور المصرية، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام 5:30 من مساء هذا اليوم بعد وصول رؤساء كل من قبرص واليونان صباح اليوم إلى مطار برج العرب. بعد أقل من ساعتين سوف تنطلق هذه الفعاليات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان قد أطلق هذه المبادرة في القمة الثلاثية التي جمعت سيادته ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي في لارناكا من العام الماضي. اليوم سوف تطرح هذه المبادرة لتتحقق على أرض الواقع، مبادرة تهدف في الأساس ليس فقط لإحياء إرث ثقافي وإنساني لجاليات عاشت على أرض مصر، وإنما أيضا إعطاء ومنح العلاقات المصرية اليونانية القبرصية زخما شعبيا جديدا، ما ينعكس على هذه العلاقات ويزيد من قوتها ووتيرة زيادتها في الفترة الأخيرة سواء في المجالات السياسية والاقتصادية. هذه الفعالية سوف تشهد إلقاء كلمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمة من الرئيس القبرصي، وكلمة ثالثة من الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى كلمة لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، تتحدث عن جهود الوزارة لإطلاق مثل هذه التجارب في الفترة المقبلة اتساقا مع هذه المبادرة. كان هناك حديث يدور عن أن الجالية الإيطالية والجالية الأرمينية أيضا طلبت التنسيق مع الجانب المصري لإحياء مثل هذه المبادرات في القريب العاجل، وهو ما تعكف عليه وزارة الهجرة في هذه المرحلة. هذه الفعالية أيضا سوف تشهد عرض فيلم تسجيلي سوف يقدم خلاله بعض النماذج من الجالية القبرصية واليونانية التي عاشت في مصر، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية التي سوف يقوم بها بعض أفراد هذه الجالية لأماكن مدارسهم وإقاماتهم القديمة، بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن الخاصة بالجالية اليونانية أو الجالية القبرصية مثل النادي البحري اليوناني أو الجمعية اليونانية المصرية بالإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المعالم الأخرى ليس فقط في الإسكندرية وإنما أيضا في القاهرة وفي شرم الشيخ وفي سان كاترين. كما أشرنا، هذه المبادرة سوف ينطلق على حزوها بعض المبادرات الأخرى تهدف في الأساس إلى منح العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط مصر بعدد من الدول زخما شعبيا إضافيا جديدا لهذه العلاقات، يزيد من متانتها وقوتها ويمنحها بعدا آخر من الأبعاد التي تربط بين الدول. كانت بعد قليل سوف تنطلق جلسة مباحثات ثنائية يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفي الرئيس اليوناني على هامش هذه الفعاليات، تتناول مجمل العلاقات التي تربط بين البلدين. نعم علاء، ترى كيف استعدت الإسكندرية تحديدا وهي نقطة الانطلاق لهذا الأسبوع لاستقبال ضيوفها في أسبوع العودة للجزر؟ هل هناك استعدادات خاصة من وجهة نظرك؟ نعم، كانت هناك ما يشبه خلية عمل تم تشكيلها بالتعاون ما بين محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة وأيضا وزارة الهجرة وبعض الهيئات الحكومية الأخرى التي تعنى بهذا الملف. جرى استعداد لاستقبال أفراد الجالية اليونانية والقبرصية والبالغ عددهم نحو 120 فرد، بالإضافة إلى أسرهم، وتنصيم تنسيق أماكن الإقامة لهؤلاء هذه العائلات، بالإضافة إلى أماكن التي من المقرر أن يتوجهوا إليها. كان هذا التنسيق على أعلى المستويات حتى يخرج هذا الاحتفال الذي من المقرر أن ينطلق بعد أقل من ساعتين من الآن على أبهى وأجهز صوري. بالإضافة إلى كانت هناك بعض التصريحات التي سبقت هذه الفعاليات من قبل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عندما تحدثت عن أن هذا الإعداد لهذه المبادرة يجري طوال مدة الشهور الماضية منذ إطلاق السيد الرئيس هذه المبادرة
في القمة التي أشرنا إليها مسبقا في سبتمبر من العام الماضي، ومنذ هذا التاريخ يجري الاستعداد على قدم وساق لإنجاز هذا العمل، بالإضافة إلى الترتيب لبعض الفعاليات الأخرى المماثلة والتي من المقرر أن تجمع سواء الجالية الأرمينية أو الجالية الإيطالية التي عاشت هنا في الإسكندرية. هذا العمل الحثيث الذي يجري بالتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الأمر لم ينقطع إلى هذه اللحظة. من المقرر كما أشرنا كلمات سوف يلقيها الرئيس السيسي ومن بعدها الرئيس القبرصي والرئيس اليوناني، تتناول مجمل العلاقات التي تربط بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى ما يتطلع إليه القيادات في الدول الثلاث من تعزيز وتوثيق أواصر التعاون بين هذه الدول في كافة المستويات ليس فقط السياسية أو الاقتصادية. بقيت مجدى الإشارة هنا إلى أنه بالأمس تم التوقيع على اتفاقية بين مصر وقبرص للتوأمة بين مدينة الإسكندرية ومدينة بافوس القبرصية لتعزيز تنشيط حركة التجارة والسياحة المتبادلة بين المدينتين، بالإضافة إلى تم التوقيع أيضا على اتفاقية أخرى من في الجانب التجاري بين أيضا المدينتين لتعزيز حركة التجارة وانتقال الأفراد ورجال الأعمال بين البلدين. وقح عن الجانب المصري أحمد الوكيل وهو رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومن الجانب القبرصي أيضا رئيس الغرفة التجارية في قبرص. نعم، علاء رشوان الإسكندرية من أمام قصر رأسيتين، أشكرك كثيرا على ما قدمته من معلومات ومدخلة على الهواء، على أن أعود إليك مرة أخرى من خلال المدخلات ونشراتنا الإخبارية للمتابعة. شكرا لك. مشاهدينا دعونا نهبط للشارع نستطلع آراء المواطنين حول فكرة موضوع اليوم. طبعا هتبقى علاقات طيبة وكويسة، لأن احنا من زمان على علاقات طيبة مع اليونان. عودة الحياة السياسية ما بيننا وما بين الدول الجوار دي مهم جدا. في طبعا حقل زهر طبعا احد الاكتشافات الاساسيه اللي موجوده حاليا دلوقتي، وده كان بيتم بعد تنسيق مع الدول ديت في ترسيم الحدود البحريه. فبالتاكيد طبعا عوده العلاقات السياسيه والثقافيه ما بيننا وما بين اليونان والقبرص شيء مهم جدا. طبعا اعتقد ان هناك ارتباط في العلاقات بين الدول الثلاث نتيجه للجوار الجغرافي، وهناك علاقات تاريخيه ممتده وعلاقات ثقافيه تجمع بين الدول الثلاث. المفروض يبقى في مع افتتاح مع دول كتير، مش قبرص بس ولا اليونان، يعني يعمل افتتاح مع الدول كلها. السياحه الروسيه لو رجعت هنا هتنجح هنا السياحه قوي، في ناس كتير قعدت من السياحه كتير جدا، قعدت في بيوتها مفيش شغل. العلاقات المصريه اليونانيه أي علاقات ذات طبيعة خاصة من الود والحب والاحترام المتبادل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اليوناني نظرة إلى الماضي واستعادة هذه العلاقات وتقويتها مرة أخرى. علاقة بين الجريك أو اليونانيين بالنسبة للمصريين، هم كانوا مقيمين هنا معانا، فده شيء كويس إن يبقى فيه نرجع تاني كالشعوب اللي هي الأيام، يعني من أيام ما كانوا موجودين هنا في مصر كانوا الشعب القبرصي كانوا مستثمرين وجيدين وكانوا مقيمين في مصر. عودة مرة أخرى إلى الحوار مشاهدينا الكرام، ومعنا من المتخصصين عبر الهاتف، ستظهر الأسماء حالا على الشاشة. معنا دكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ المعاصر، معنا أيضا دكتور أشرف سنجر سيلحق بنا في الحوار حالا وهو أستاذ العلوم السياسية. أرحب أولا بدكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ المعاصر، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور عبد المنعم، بيشهد التاريخ على أن مصر لها باع طويل في عملية احتواء الحضارات المختلفة والثقافات المختلفة. ها نحن نشهد فكرة عودة هذه الثقافات للاندماج مع الثقافة المصرية مرة أخرى، ليس في حزب الثقافة ولكن أيضا الاقتصاد والسياسة. كيف تقيم هذه العملية من الجانب التاريخي؟ في الحقيقة حينما نتحدث عن الجذور لابد أن نعود إلى التاريخ. نعم. فالجالية اليونانية القبرصية في مصر من أقدم الجاليات، ونسبة اليونانيين في مصر منذ أيام محمد علي باشا الكبير كانت في المقام الأول. واليونانيين ميزتهم أن اخترقوا الحواجز بينهم وبين المصريين، يعني تجد الإنجليز الفرنسيين شيء من هذا يتعالوا على الشعب المصري، بينما اليونانيين كأبناء بحر متوسط كانوا يتعاملون مع المصريين بندية وبكل احترام وتقدير. لدرجة أن اللورد كرومر الذي حكم مصر أثناء الاحتلال البريطاني له مقولة مشهورة: إذا رفعنا أي حجر
نجد تحته اليوناني، يعني يدل على عظم أعداد اليونانيين في مصر. هم اخترقوا الحواجز واشتغلوا في التجارة، وكان لهم مواقف وطنية طيبة بالشعب المصري أيام أحمد عرابي، تظاهروا من أجل نضال مصر أيام مصطفى كامل، أيام محمد فريد، أيام سعد زغلول. لدرجة حضرتك نتصور أن في حرب 56 أيام من عدوان السداسي على مصر أيام الرئيس عبد الناصر، بورسعيد شهدت تعبئة شعبية شارك فيها الجالية اليونانية في مصر بجانب الشعب المصري. نعم. القبارسة اليونانيين كانوا يرددوا دائما ناصر مكاريوس اللي هو نعم. يبدو أن الاتصال انقطع من المصدر، سنعاود الاتصال مرة أخرى بدكتور عبد المنعم الجميعي إن كان يسمعني، وهو أستاذ تاريخ المعاصر وكان يتحدث في جزء هام وهو تلك العلاقات التاريخية الهامة التي تربط مصر بقبرص واليونان بشكل كبير ومثبتة تاريخيا. دعوني أنتقل بالحوار لدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك يا دكتور أشرف. أهلا وسهلا يا فندم. هذا الأسبوع سيشهد أيضا عقد قمة ثلاثية يتم من خلالها بحث دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، علاوة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين هذه الدول. كيف ترى المسار السياسي في ربط هذه العلاقات في الفترة القادمة بعد كل هذا التقدم؟ طبعا ارتباط مصر بقبرص واليونان هو أصبح الآن يعني منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في مصر، وهو ملفات تتكامل فيها النواحي السياسية مع الاقتصادية مع الاجتماعية والثقافية بين شعب مصر واليونان وقبرص، لأن العلاقات السياسية بيتبعها دائما مؤشر لمدى التعاون والتعاون الاقتصادي بشكل أساسي والتجاري. طبعا الروابط المصرية اليونانية القبرصية كدول حوض متوسط هي روابط يجمعهم المصلحة المشتركة والرغبة في استقرار المنطقة بشكل عام. طبعا اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، قبرص، مصر بتستفيد كثير من العلاقات الثنائية بين قبرص واليونان مع دول الاتحاد الأوروبي، ومصر بتستفيد طبعا كثيرا من التواجد لصوت لها ورغبة في أن تسمع أوروبا دائما من شركائها، بجانب طبعا الوصول المصري لكثير من العرض والقضايا هناك يعني. نعم نعم. هل دكتور أشرف بتعتقد أن هناك أفاق جديدة ممكن فتحها مع دول أخرى ممن لها علاقات تاريخية قديمة مع مصر على غرار هذه العلاقات؟ هو طبعا ده سؤال بشكرك عليه، هو مهم. طبعا الوجود التاريخي للجالية اليونانية في مصر هو كان يعني دفعا طبعا بضعف الاقتصاد في الدولة اليونانية في الوقت ده في أوروبا، وأنهم أتوا إلى مصر، وحين وقتها كانت طبعا مصر يعني في ازدهار كبير للعملة وللاقتصاد، وده أمر دول يعني دائرة ما بين صعود وهبوط في الاقتصاد بالنسبة لدول ودول. اليونان طبعا ككنيسة شرقية تتلاقى وتتقابل مع الكنيسة الشرقية المصرية، يعني بطريقة أخرى المعتقدات التقليدية اللي هي بنسميها الكونسرفاتيف هي متقابلة مع المصريين في كثير من قضايا تتعلق بالأسرة، النمط المحافظ نوعا ما، النمط المحافظ. نعم. فده بيبقى أمر يتلاقى مع اليونانيين والمصريين في هذا الأمر في البعد ده. طبعا في دول كثيرة، طبعا مصر يعني طبعا دولة قديمة مرت عليها حضارات وديانات مختلفة، فمصر أنا بعتبرها من تجارب وجودي في دول كثيرة في العالم ومقابلة شعوب جنسيات مختلفة، بلاقي أن مصر طبعا أرض خصبة ومرنة وطيبة لاستقبال طبعا أي ثقافة أو أي دين يستطيع أن يتعايش مع المصريين وأي من مد جذوره في مصر، يعني سواء كان في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية. طبعا ده أمر بيتأتى من الدبلوماسية الثقافة والدبلوماسية الثقافية، ودي شيء طبعا بتدعمه وزارة الخارجية الآن دعما إلى دعم إلى العمل السياسي لبومبي رئيس السيسي، وهذا أمر يعني متوقع أنه يزدهر في الفترة القادمة إن شاء الله. نعم نعم. أشكرك كثيرا دكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية على هذه المداخلة وما قدمته من وجهة نظر معي في هذه الحلقة. ترى هل عاد الاتصال مع دكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ تاريخ معاصر؟ دكتور عبد المنعم
ايوه اهلا بك مره اخرى. اهلا بك، ارحب بعودتك لهذا الحوار. كنت توقفت عند فتره حرب 1956 تحديدا، وكنت تذكر نقطه هامه في هذا السياق الذي يؤكد على عمق العلاقات التاريخيه بين الشعوب التي ذكرناها وخاصه اليونان. هي اثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 56، نعم، ومصر اعلنت التعبئه العامه، فتحت ابواب التطوع، وقف افراد الجاليه اليونانيه في مصر بجانب الشعب المصري وبصفه خاصه القبارصه اليونانيين. وكان ترديد هناك ما يقال ناصر ميكاريوس نسبه الى الرئيس القبرصي ميكاريوس، نعم، الانبا ميكاريوس، تعبيرا عن ذلك التضامن الذي ظهر عندما انسحب المرشدين الاجانب من بورسعيد، حل محلهم المرشدون اليونانيون، نعم، ووقعت مصر عقودا معهم. كانت جزيره قبرص في ذلك الوقت فيها قاعده بريطانيه للعدوان، وما زالت هذه القاعده موجوده. وجدت مقاومه يونانيه ضد هذه القاعده في مقدمه المناضلين منذ اقتحام بورسعيد في 6 نوفمبر 56 مجموعه يونانيه تضم جورج قسطنطين الذي ضحى بنفسه واثناء فتح نيران المدافع سقط شهيدا. هناك حركه ايوكا المقاومه القبرصيه ببورسعيد وقفت بجانب مصر وأصدرت عدة منشورات دعت فيها اليونانيين إلى تدعيم المقاومة المصرية. دكتور عبد المنعم، يعني أنا عذرا للمقاطعة، الأدب والثقافة، الأدب العالمي والأدب المصري والفنون ومنها الدراما مجدت لهذه العلاقات بشكل ما. لدينا رباعية لورانس داريل عن الإسكندرية، وأيضا رائعة إبراهيم عبد المجيد لأحد ينام في الإسكندرية، والكثير من الأعمال الفنية التي ربما شاهدتها معنا دكتور عبد المنعم مثلنا مثل كل المشاهدين التي تتحدث عن هذه العلاقات. هل تعتقد أن من سيعود للإسكندرية الآن سينتابه نفس الحنين والشغف لها بنفس المقدار مع هذا التغير الثقافي والحضاري الكبير الذي نعرفه جيدا؟ هو الحنين موجود وما زال، وحتى كل يوناني يفد إلى مصر يحس بمدى الترابط والتعمق الثقافي بين الحضارتين. نعم، اليونانيين تغللوا في مصر داخل نسيج الحياة اليومية في مصر، كان هناك شعراء يونانيون أمثال كاتافيس. نعم، بعض اليونانيين طلبوا من محمد علي إدخال زراعات جديدة. محمد علي محيي أو مؤسس نهضة مصر الحديثة استعان بقنصل اليونان في القاهرة، كان اسمه الخواجة مخالف تسيجة، اتفق معه على محمد علي كان محتار حول تحديد أسعار العملة، فالخواجة مخالف تسيجة فتح أو اتفق معه على فتح بنك في الإسكندرية لتحديد أسعار العملة. فالعلاقات قديمة، خاصة وأن مصر واليونان وقع سويا تحت ظل الاحتلال العثماني. فالعثمانيين احتلوا اليونان كما احتلوا مصر، فالمشاعر واحدة، المشاعر الوطنية بين أفراد الجالية اليونانية والمصريين واحدة، لذلك هم أقرب من المصريين من غيرهم. نجد اشتغلوا في كل المهن الكبيرة والصغيرة، وتجولوا في المدن والقرى والحدود، وترددت مقالات اللورد كرومر أينما حرقت حجرا في مصر وجدت تحته يونانيا. نعم. أشكرك كثيرا يا دكتور عبد المنعم الجميعي على هذه المداخلة، وأنت أستاذ التاريخ المعاصر، على ما قدمته عن معلومات من معلومات تاريخية أثرت هذه الحلقة بشكل حقيقي. شكرا لك يا دكتور. أنتقل للحوار مع دكتور جمال أبو شنب الذي انضم إلينا الآن، وهو أستاذ الاجتماع السياسي. أهلا بك يا دكتور جمال. دكتور جمال، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك دكتور جمال. بعد التحيه، بالتاكيد نحن امام فكره بها الكثير من الذكاء مع لعب على وتر المشاعر والحنين، وهي كلها افكار تميل اليها شعوب البحر المتوسط ومنها نحن المصريون بالتاكيد. هذه الفكره كيف تراها مؤثره مع علاقات اقتصاديه سياسيه في توقيت عالمي فيه كم وزخم من التغيرات كبير للغاية، كيف ترى الأمر؟ خليني أقول لك أن الواقع المعاصر اللي بتعيشه الدولة المصرية في علاقتها بدول حوض البحر الأبيض المتوسط بيعكس علاقات تاريخية لها جذور عميقة في تشكيل ملامح التاريخ الإنساني والبناء المعرفي والعلمي للإنسانية كلها. نعم، منذ القدم. ولذلك عملية الحنين للجذور وهي دعوة على قدر كبير من الذكاء. نعم، لأنها تقرير لواقع الجذور التاريخية بالواقع الحاضر.
لماذا يوجد هذا الحريم بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبالتحديد اليونان وقبرص؟ ولماذا قام محمد علي بالتحديد عندما كان هناك احتلال عثماني بفتح قبرص واليونان والتمسك بهم؟ لماذا وهو هنا تيجي عملية الاندماج الثقافي والإرث الحضاري والتبادل الثقافي ما بين الجاليات المصرية والجاليات اليونانية والقبرصية وبالتحديد من خلال مدينة الإسكندرية؟ وإذا رجعنا للبعد التاريخي، مدينة الإسكندرية أصلت لهذه الجذور التاريخية منذ كليوباترا، ولذلك هنا نجد عملية الاندماج والتعايش ما بين الجاليات اللي هي اليونانية والقبرصية. حتى الآن هناك عائلات تمثلت وبقيت في الإسكندرية حتى الآن، وأنا من أبناء الإسكندرية ومقيم فيها وأعرف هذا الكلام والتاريخ الحديث. ولذلك حتى بعد أحداث 25 يناير دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالتحديد كانت أولى الدول التي وقفت في مصر، كانت تشعر بالحنين وتشعر بالألم بالظروف التي تمر بها مصر. وعندما قامت ثورة 36 كانت هذه الدول أولى الدول التي وقفت معنا في هذه السفنة. وكانت اليونان في رئاسة المؤتمر في رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهي التي تبنت أي مشروع ضد مصر سوف تقش ضده، وكانت أولى الخطوات السياسية التي على درجة كبيرة من الذكاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصد علاقاته الاقتصادية والسياسية والجيوبوليتكس مع هذه الدول، وأصبحنا الآن نجل استثمار من خلال علاقات وثيقة واستثمار لهذا البعد التاريخي والجذور التاريخية التي تربط بين اليونان وقبرص. وإذا كنت حضرتك بتتحدثي عن هناك بعد آخر يمكن لهذه الدعوة العميقة والدعوة الذكية على المستوى السياسي والاقتصادي أن تتكرر، يمكن أن تتكرر مع العديد من الدول التي تربط بمصر علاقات تاريخية وحضارية قديمة، مثل على سبيل المثال حوض البحر المتوسط، عندنا على سبيل المثال إيطاليا أيضا، والحضارات القديمة التي شكلت ضمير العالم وشكلت العلم الإنساني المجتمع البشري كانت كل هذه الحضارات هي الحضارة المصرية القديمة. ولعلنا لا ننسى أن اليونانيين فلاسفة اليونان تربوا في مدرسة الإسكندرية، هذا على المستوى القديم، فما بالك بالتاريخ الحديث. ولذلك لم تجد مصر صعوبة على الإطلاق في تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بالتأكيد في هذه المرحلة مع هذه الدول. دكتور جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي، أشكرك كثيرا على المداخلة في هذا الجزء من الحوار. أشكر أيضا ضيوفي الكرام من كانوا معي أيضا وانضموا للحوار. مشاهدينا ربما انتهت هذه الحلقة، مؤكدة من معظم الآراء على ذكاء الفكرة التي انطلقت منها وفاعليتها وضرورة تكرارها. ربما نحصد في الفترة القادمة نتائج واضحة أيضا على المستويات الثقافية والسياحية مثل ما حصدناها على المستوى السياسي والاقتصادي. دعونا نطلع ما تبقى، هو سؤال حلقة الغد: ما أهمية دور العامل في المجتمع والتأمين عليها عبر شهادة أمان؟ ما أهمية دور العامل في المجتمع والتأمين عليها عبر شهادة أمان؟ هذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت في توصيل آرائكم على همزة وصل إيجي. نحن في انتظار هذه الآراء لنبدأ الحوار بالغد إن شاء الله، وهمزة وصل جديد. شكرا لكم.